ما حكم من نسي التشهد الأول وقام إلى الثالثة؟ هذا له أحوال. الحال الأول أن يذكر قبل أن يستتم قائما، سمعت؟ سم. يذكر قبل أن يستتم قائما، يجب عليه يرجع. الحالة الثانية أن يذكر بعدما استتم قائما، هذا يكره له أن يرجع. الحالة الثالثة أن يذكر بعد أن يبدأ في الفاتحة، هذا يحرم عليه أن يرجع لأنه دخل في ركن آخر. نعم.